جمعيات سيدي القصيبات للتعاون والثقافة والتنمية. هاد البلاصة هادي بدات فين واقع؟ حنا تابعين جامعة ديال الخميس الساحل إقليم العرائش ولاية تطوان. المطالب اللي عندنا مطالب جد بسيطة. أول مطلب عندنا هو النظافة وحراسة الشاطئ. الشاطئ غير محروس، الناس كتغرق من هنا كتميت. يعني الشاطئ هذا راه كما كنعرفوا المحيط الأطلسي البحر كيكون فيه كبير وقوي وخطير. لهذا احنا المطلب ديالنا الاساسي هو حراسه الشاطئ. قدمنا مشروع الطلب ديال الجمعيه. قدمت الطلب ديال المشروع وموافقناش الرئيس الجماعه. ما وافقكمش على شنو المعايير اللي خلاكم ما عرفناش الشؤون ديالو شنو ما خلاناش يوافقنا على المشروع. طلبنا منه الكوسكوس يطلعنا من المخيم. شحال بكم في الجمعيه؟ في الجمعيه 11 اعضاء. 11 اعضاء و11 اعضاء كاملين ما وافق لكم شي المشروع ديالكم. هو عطيناه ملف المشروع وشاف ملف المشروع اخر ساعه قلنا له الا كان بامكاني انا نعاونكم اخر ساعه ما بغاش يوافقنا على المشروع مر بتاتا. طلبنا ثم ولاد هذا المكان هذا ولاد الشرواح ولاد سيدي قصيبات خلقوا تربيه هنا في هالارض هذه والدينا دوزوا 60 سنه 70 سنه في هالارض. ثم كتجيكم الغيره على هذا المكان. كتجينا الغيره على هذا البلاد هذا. حنا اصلا بغينا نعملوا بحال جميع الشواطئ، نعملوا المقاهي، نعملوا الريستورات. ما بقاش دابا الدنيا هذه منوره تبارك الله. انتينا كتشوف الشاطئ ديالها شحال مساحه فيه. الشاطئ ماشي عنده واحد المساحه اللي هي محدده، الشاطئ عنده واحد المساحه اللي هي كبيره تقريبا. انتينا كتشوف بعينك كما كدير كتشوف. ولكن حنا بغينا حتى حنا نعملوا الريستورات ونعملوا المقاهي. الشباب انتينا كتشوف كل شيء يخدم، نعملوا الاشيطه في اي ساعه يجيني اي زوار كيجيو هنا مرحبا بهم كيجيو هنا. ولكن وعندنا واحد مشكل اخر كنواجهوه هو ان الطريق صلحوها عاوتاني خربوا النص ديالو ما عرفناش علاش. شكون اللي خرب النص ديالو؟ خربوا لنا 16 اللي كيصبروا المشروع التحتيه. هرس النص فوقاني وصلح النص تحتاني والنص فوقاني سمح فيه يدك. مازال خدا الميزانيه ومشى بحالو خلى الطريق مهرس. ما حاولتوش تشكيو؟ كاين واحد الشكايه به ما كاين واحد الاشكاليه كبيره. انا ما عرفتش علاش غنبداو حنا الطريق كتبدا من الطريق الرئيسي رقم واحد اللي رابطه بين طنجه والكويره، من تما تدخل الشاطئ. ماشي بادينا هما من البحر عاملين جوج متروس ومخسرين اللي بناو العسكر 3 متروس. يعني وخلونا الاخر تبان في هذا تعدلت باسمنا حنايا، اسم تشرواح بفلوس تشرواح، فلوس جامعه الولاديه ديال تشرواح اللي حنا صلحنا هذا الشيء هذا وبفلوسنا وخسرنا هذا الشيء هذا. ومع ذلك انت كتشوف شنو واقع في هذا الشيء. كاين المشكل في الجماعه، فهمتي؟ كنجبروا المسؤوليه اغلبيه في الجماعه. كنمشي للجماعه كاينين ميترناشو هنايا مازال ما كاينينش، كيوقعوا مشاكل كبيره في هذا الشيء هذا. قلت لك سابقا استاذ هو ان ميترناشو عندنا الناس هنايا هي اللي كتنقض بعضيتها. هنا ماتت حاله، واحد الحاله وقعت هنا هذاك النهار عاد توفى واحد السيد مسكين بوبري. ماشي بزاف تقريبا، دابا نقول لك واحد 15 يوم تقريبا وقعوا واحد 5 الحالات، خرجوا 4 ولكن حاله واحده توفت اني اللي راجع. لان ما كاينش واحد يعني كيخرجوا تينا خارجين بثلاثه وما كاينش الناس اللي كدعم هنايا. حنا عندنا الناس ديال البلاد اللي كانوا هنا كيطوعوا كيخرجوا ذوك الناس كينقدوا. واش عندكم شي دعم مادي من؟ ما كاين حتى شي دعم مادي من الجماعه. كان اي طلب كنقدموا حنا طلبنا الدعم المادي بادي من الزيرو. حنا قدمنا عيد طلب اننا نعملوا عيد الريستورات هنايا والمقاهي وداك الشيء الشباب يتحرك. ما بقاش واحد البطاله واحد الايمان في البلاد. يعني حنا عندنا راس المال اننا نخدموا، يعطيونا غير الرخص ديالنا حنا نخدموا، ولكن ما كاينش الرخص. حنا اي طلب كنقدموا للرئيس الجمعيه من الرئيس الجماعه ما كاينش شي اقبال يعني كيوافق. كنجبروا عين عقال رئيس الجمعيه. شنو الدور ديالو في الموضوع؟ واش رئيس الجمعيه موافق للمشروع للموضوع بسجاعه؟ لان حتى هو يدود البلاد وكيتقطع على البلاد كتجيكم الغيره على البلاد هذه كتجينا الغيره عليها. بس كيدعموا الشاطئ ديالي دابا اللي هو في جامعه الساحل وناس من حنايا هنايا جاوا هنا عملوا لنا بلاكا شاطئ غير معروس. وهذا الشاطئ هذا الحمد لله معروس بولاد بلاد ولاد بلاد مين هو التروح دائما محروس. ماشي غير اليوم دائما. لو كان الشاطئ غير محروس البحر هذا يعني كيشكل خطر على الناس ولا لا؟ شو هذا البحر هذا؟ البحر هذا انا 86 و2010 جوج حالات ديال الناس ديال التروح اللي هربوا، لان التروح كيعرفوا فين يعوموا. بالنسبه للناس اللي كتجي جديده خارج التروح مثلا العين العنصر ولا شي تشوره اخرين ما كيعرفوش، كيجيو فم الساقيه كيجيو الريساكه كديهم كيموتوا وما كيعرفوش، ولا كيحشموا يطلبوا النجده ولا شي حاجه كيموتوا الناس. واش فهمتي كيف؟ لان ما كيعرفوش فين يعوموا. اما الناس ديال البلاد انا قلت لك من 86 عرفت واحد الحاله، وفي 2010 دري صغار اقل من 10 سنين بحال الحاله صغيره هذو. يعني الناس هنايا كينقدوا بعضياتهم، ولكن الناس اللي كتجي من غير
الترواح يعني يقدروا يجيو من الساحل ولا من العاش ولا من القصار ولا من اي بلاصه، راه ما كيعرفوش فين يعوموا، بالتالي كيغرقوا الناس. يعني ماشي بزاف عاد يعني خصكم آلية. يمكن نوجهوا كلمه لجميع الناس اللي كيجيو عندنا، ولكن خصنا واحد الترخيص بلي اننا نبقاو نمشيو عند الناس ما عادش يعرفونا شكون حنايا. ما عاد وجه واحد كلمه لواحد الانسان. كذلك رساله للمحسنين، الناس اللي في اوروبا، الناس اللي تجي تخيم، بانهم حتى هما يقدروا يعاونوكم ويدعموكم. يعني انا انهم تيجيو اي واحد من الشاطئ، كما كتشوف ان الشاطئ عنده واحد المساحه كبيره كما قلت لك في السابق، ماشي زعما واحد الشاطئ اللي هو ضيق ولا عنده واحد المساحه كبيره. انت ما كتشوف من هنا للعرايش، الشاطئ ديالنا كيمتد من هنا حتى للعرايش تقريبا، من سيدي قسيمه حتى للعرايش، حتى من سيدي مغايه ازيله، يعني من احسن الشواطئ اللي كاينه في المملكه المغربيه. اذا هادو هما المطالب ديالكم اللي كطالبوها. المطالب ديالنا ايوا وقفوا معنا، نعدلوا باركين، نعدلوا اول حساب جمعيه، نعدلوا شي متر على حساب جمعيه، لان الجمعيه بتدي لها باديه من الزيرو، خاصها شويه ادوات لانقاذ الناس. هاد الناس حنا نتكلفوا بهادشي. هذا المطالب ديالنا ثانيا هو ان يعطينا الترخيص نعملوا ريستورات راسنا، اننا نبيعوا ونشريوا النظافه وغادي. اول حاجه يعطيونا الرخص. بعض الاحيان تقدر مثلا نقول لك لا، تقدروا تكونوا كتستغلوا هاد الاشياء هذه لصالحكم نتوما. لا كنصالحوا الشيء هذا، كنصحوا ندور كل الناس. انت تصور انت مثلا جيتي زائر، بغيت جيتي الدراري جاوا مجوع، خصهم الماء باردين يشربوا، ما نجيبوا لهم حنا الماء، الا ما عطاتناش الرخصه انا نعملوا واحد الكشك نبيعوا للناس. يعني مسائل بسيطه كنطالبوا بها، الناس راه غاتجي خصها على الاقل تجبر الماء باردين والماكله، واخا غير واحد كشك. اثمنة مناسبة. يعني ساندويتش كذا. هذا المغربي اللي خصنا نستافدوا، تنشرف ان 300 عام هذا يجيو ما يستافدوا، نستافدوا بحر ديالنا خصنا نستافدوه دابا حنايا حالا. ما كنتسناوش حنا حتى دقيقه. اذا هذه هي المطالب ديالكم. المطالب ديالنا طلب اخر. هذا الطلب هو اللي قلت لك ان الانشطه ان شاء الله ديالنا هنايا، بالحفلات ديالنا، بكل شيء ديالنا، بالدراري الصغار بالدراري الكبار، جميع الانشطه ديال ان شاء الله. وكذلك فنانين يجيو مثلا. ما تخصنا فنانين، حنا نعملوا ذكريات ديال ثاني. هاد سيدي بقسيمات كنا كنعملوا واحد الذكريات، لان هي عماره سيدي بقسيمات. خصنا بكرا ماشي نحيو لها واحد العماره هنايا. حنا بغينا نحيو داك الشيء اللي كان شحال مده، بغينا نحيو هذا اليوم. احنا ما عرفناش علاش خلى واحد الايمان ومسحوا داكشي هذا كامل، احنا بغينا نحيوا داكشي. اذا كلمه اخيره كتوجهها ان شاء الله الطلبه. استاذ يعني الراس ديال الجماعه يوقف معنا، يرجع لنا تحديد بلاصتو من الواد النخله. يعني باش هذا الشاطئ باش سامحين فيه مهمل هيدا، يعني عندهم مشاكل. كيقول لك هذا الحداده هنا هو الواد، هذا الواد ديال بوقسيمه. لا هو الحداد القديم هو واد النخله، هذاك هو الحد القديم واد النخله. هادشي باش مهملين هادشي هذا الشاطئ هذا، وحنا كنطالبوا يعني الجماعه ويساعدونا ويوقفوا معنا. وهادشي حنا ماشي الصالح ديالنا، يعني الصالح ديال المواطن كلشي الجامع. وشكرا وشكرا ان شاء الله. كلمه اخيره يعني التقسيم الاداري مثلا اللي ما جينا من المغرب، يعني التقسيم حنا اللي خلقنا عليه كنعرفوا بان العرائش الحد ديالها في واد النخله، والحافه معروفه عند العريشيه انها ديال العريش. يعني التقسيم طبعا زايله همشو زاد همش، يعني بقينا حنا ما عارفين رسنا واش زايله ولا العريش، همشوا لنا الشاطئ ديالنا. وشكرا. اذا الرساله ديالكم كانت واضحه، كنشكركم جزيل الشكر على ادلاء يعني المشاكل ديالكم عبر قناه اصل تي في. حنا كنشكرك استاذ على شكرا لكم، تحياتي لكم، كنتمنى بان ان شاء الله الرساله ديالكم تكون وصلت. حنا كنشكرك استاذ بدور جمعيه وقتك. شكرا الله يرحم الوالدين. كنشكرك بزاف، جزيل الشكر. تحيه لغاليه.